السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Undead Nightmares اللهب. طبعا في مقطع اليوم راح نستكمل سلسلة Undead Nightmares، واليوم هي الحلقة الثالثة. طبعا في الحلقة اللي راحت جينا البلاك ووتر، شفنا بعض الناجين وسألنا عنهم وساعدناهم وزي كذا. طبعا معظمهم كان غير متأكد حيال هذا الشيء المنتشر حول العالم، ما حد كان متأكد، لكن أحد الأشخاص قال لنا أنه في نيو أوستن المرض أكثر وأكثر، والمرض واضح، وممكن راح تعرف معلومات أكثر لو رحت نيو أوستن. لذلك في هذه الحلقة راح نروح نيو أوستن ونستكمل السلسلة. طبعا قبل ما نبدأ في المقطع، أتمنى أنك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وتفعل جرس التنبيهات. نبغى نوصل 100,000 في أقرب وقت ممكن، ما هي صعبة على اللهبين. أما الآن خلونا نبدأ في المقطع. طيب في الحلقة اللي راحت قلت لكم أبغاكم تعطوني أسامي حلوة للأحصنة، وصراحة أبدعتوا في أسماء كثيرة جدا حلوة، لكن في اسم واحد جذب انتباهي وعجبني، وهو اسم كعبول. كاف عين با واو لام، كعبول. لذلك حصاننا اسمه كعبول يا أخوان. ها هذا هو كعبول، شوفوا كيف مولع. طيب بما انهم قالوا لنا في نيو أوستن راح نروح نيو أوستن. ايش في نار هنا؟ تذكرون هذا المكان؟ هذا في نيو أوستن، في صوت اطلاق نار. من هو فوق السطح؟ والله قوية يا السلام عليكم، ايش عندك؟ يا اخي والله قوية هنا، اقوى من بلاكوتا. بلاكوتا شكلهم ضعيفين ولا حاجة. طبعا زي بلاكوتا هنا، الهرجة نفس بلاكوتا، انه نحاول نساعدهم. اح الله، هذولا مرة بزيادة قوية، وليه مضايع كمان. اخ ما ينفع، واحد رصاص والله ما عندي. صح والله نسيت الديداي، معانا ديداي. ايه اسلحتي خلصت في مدينة المعفنة حقكم دي، خلوت على السريع. يا اخي بلاكوتر ما طول الدفاع زي كذا، شكلهم ذولا معرقين على قولكم. ها واجلد الديداي، ما لها وقت يعني ولا ايش؟ والله لا شوف، شوف اللي على اليسار. يلا حلو انه لما يعني لما تساعد مدن زي كذا ترى يعطونك رصاص ويعطون يساعدونك يعني من جد.
حلو، شوف الصناديق الخضراء هذه اللي في الخريطة، يعني شست ممكن تحصل فيها سلاح، ممكن تحصل فيها رصاص. وين كعبو لنادي؟ بس والله صراحة يعني صرفنا رصاص كثير والله في المهمة هذه، ولا ايش رايك؟ والله كعبول. اوه ايش بو كعبول كذا؟ كعبول مات ولا ايش؟ ايه كعبول مات، تحول زومبي ولا؟ اي والله تحول زومبي. شوفوا كعبول كيف شكله اصلا، من يوم ما سميناه كعبول وقلبت الدنيا عليه. شوفها سميناه كعبول وقلب زومبي. شكله بايخ صار، نحيف و... بشوفه والله كعبول لما مات صار أسرع وما يتعب كثير. مسكين كعبول، شكله نغير اسمه، من يوم ما سميناه كعبول هو في مصايب، مات على طول. كعبول الزومبي. سيف you okay? What's going on? Oh, hey there, John. Fancy a game of cards? Not right this minute. You remember Moses, John? He's a darn sight more loyal now than he was before. ما شاء الله يلعب معاه. Come here, boy. Come on. Come here, boy. Oh. Oh. What are you doing? We were boyhood friends, John. Moses is having a tough time right now. Ain't you, pal? What's going on? We're playing cards. Relax, sit down. I mean, with the undead walking the face of the earth, you crazy dumb bastard. That ain't nothing. Ain't nothing? I seen husbands eating wives, mothers eating sons. Graves popping open and the undead rising up. It sure as shit is something. Oh, boo-hoo. Big tough John Marston is scared of a little undead creature walking around. Moses wouldn't hurt a fly, would you, darling? Besides, this ain't nothing new. Folks in Blackwater blaming it on that glass eye you found. Folks! 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 Damn them folks, John Marston! Damn them! And damn you! Get him! Get him, Moses! Get him! After all I've done for you, Seth, and I thought loyalty was important to you. You can't hurt me. Moses, get him! Go! Yeah. Get him! Get me, Moses. Looks like your dog's lost his bite, Seth. Now what the hell's going on? The dead have risen, and a virulent plague is turning people into flesh-eating crazies. What the hell you think's going on, genius? But why? But why? 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 Why not? Why not? Why the hell not? Because it ain't natural. Who made you Mother Nature and Mother Superior all at the same time? Who made you, John Marston? Same as made me, same as made Moses. Is there a cure? These things tend to fade away. Now, if you want to get rid of it, you should go clear the graveyards. Either that, or stop worrying and become one of them. Now, if you excuse us, we got good times to remember, happy times. Okay. See you soon then, Seth. Come on, Moses. It's your deal. Diamonds are trumps. أحلى تكوي يا معلم مع الزومبي.
طيب عشان يوضح لكم الموضوع، الشخصية اللي شفتوها هذه شخصية سيث، وسيث ظهر في طور القصة. طبعا سيث ظهر في القصة وهو يسرق عين، وهذه العين كانت مخبية في كنز، فسيث سرقها وهرب. فلذلك الناس كانوا يقولون انه المسخ اللي سرق العين هو السبب في هذه المعمعة وهذا المرض المنتشر. لذلك كانوا يقولون بسبب الجلاس اي او بسبب سيث. سيث نفى هذا الشيء وقال لنا انه نروح ننهي او نقتل الزومبيز اللي راح يطلعون من الجريف يارد والمقابر احسن لنا. هذه هي القصة كاملة عشان تفهمونها. طيب وصلنا اول مقبرة او اول كنيسة لاول مقبرة. طيب نفس الهرجة حق اول، نحرق الكافنز او التابوت. الله طلعوا زي اللهب على طول، ما انتظروا حتى، لكن حنا راح نحرق وما علينا فيه. والله زعلانين، وش البكوس هذه؟ ايه ما كجون مورسن ترى وراك. ها راح يعشق السلاح يا اخي، دائما انسى الدداير. والله شوف رسبنت يا ابوي، ايش هذا ايش هذا ايش يزحف على الارض قاعد. كفو ال شو اسمه المقبرة الاولى هذه خلاص نطفناها على قول جاري التلويت. الله الحصان الزومبي ذا مرة ما عجبني، شكلي بالي اروض شو اسمه الناري في اقرب وقت. طيب المقبرة الثانية يلا. ديد اي زي النار، طا طا طا. والله جانا مدرع بيتر تيرنر، شكله كل مرة يعني يطلع وحش. فجر لك راسك. هذه المقبرة ترى تعرفوا مين مدفون فيها؟ بنت جون مورسون. لو تفتكرون سوينا مقطع زمان عن بنت، حصلنا قلادة جاك مورسون في هذا المكان، فكل الاحتمالات وكل الأدلة قالت ان ابنة جون مورسون مدفونة في هذا المكان. الله تمبلويد، تفتكرون هذه المدينة؟ هذه أكثر مدينة منبوذة سواء في Red Dead Redemption 2 أو Red Dead Redemption 1 أو حتى Undead Nightmare، مسحوب عليها مرة. إيش هذا إيش هذا جديد هذا؟ بعد مع مسدس هذا. يوش بوم كذا ورا بعض، خلوني أتنفس شوية. وين ابو سلاح هذا؟ شوفوا شوفوا ابو سلاح، شوف.
خلاص كذا خلصنا ثلاثة غريفيارد أو المقابر اللي تكلم عنها سيث. شوف تمبلويد حتى يعني ما فيها ناس، ها ما غير زومبي يعني ما فيها ناس سيرفايفر يعني ناجين، عرفت كلهم زومبيز. طيب الآن بعد ما تقريبا خلصنا كل المقابر اللي طلبنا نتخلص منها سيث، الآن راح نرجع له مرة أخرى. إيش؟ أوف 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 أوف. تعال يا جبان، طيب ساعدني أو أعطيني أعطيني مقابل. تعال، مو هذا كان يسرق في الحلقة اللي راحت؟ دحين إن شاء الله يبقى مساعدة. والله ما شاء الله يدربهم. Well, Seth, sorry to interrupt your party. Hey, John, come join us. We're having a jig. John, have you met Mary Lou? What about Francie? I did as you asked and cleared out the rest of the graveyards. Doesn't seem to have done much good. Good? 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 Is dead good? شوف الجلاس آي معاه في يده يا أخوان. Stop with your nonsense, you annoying fool. What's going on? The world's turning, John Marston, and the moon with it. Woohoo! Day follows night. And hate follows love. Okay, you asked for it, Seth. You either stop dancing and start talking, or prepare to join Moses and the rest of these freaks. Are you constipated, John? You look very angry. You get constipated when you're angry. Yes, you do. I'm warning you, Seth. Oh, I'm warning you, Seth. I'm warning you. Don't play with the undead, Seth. Don't chase treasure. Don't waste your time searching for treasure and discover only a glass eye. Glass eye. Well, warn all you want, cowboy. أكلها. Well, that's a load off my mind. Why didn't I think about that before? Because we weren't dancing. Hey, John. Well, how are you? Would you like a drink? We got blood mucus surprise. Come on. Seth, what is going on? Aztecs. Or Incas. Or it doesn't really matter. It's all the same. Once every 200 years, this land is doomed. That's why we love it. Mexico. Mexico, John. Mary Lou, may I have the honor? Oh. You're a sick man. والله ما شاء الله فنان هذا، يعزف عزف زي اللهب. طيب زي ما شفنا سويا يعني سيث ما كان واضح ابدا، وكعادته يعني يلف ويدور وما هو واضح اطلاقا. احيانا يقول المكسيك، والبعض قال انه بسبب الجلاس اي اللي معاه او العين هذه، وزي ما شفنا اكلها. يعني الدنيا ملخبطة تماما، وعرفنا انه مو بسبب الجلاس اي المرض هذا منتشر. نقدر نستبعد الجلاس آي من قائمة الأسباب المسببة لهذا المرض أو سبب انتشار مرض الزومبي. صوتي راح. طيب بما أنه سيث يعني ما عنده الشسم الكيور أو السبب، فراح ننتقل للمهمة اللي بعدها. وبسألكم سؤال، تبغون يعني مثلاً نلعب مهمات أساسية مع مهمات جانبية، أو إنكم نخلي المهمات الجانبية الحالة والمهمات الأساسية الحالة، أو نجمعهم مع بعض؟ يعني مثلا مهمة أساسية بعدين جانبية، جانبية أساسية، أساسية جانبية، وزي كذا. فاكتبوا لي رأيكم في التعليقات. الله ميتين. أوف سلاح جديد، فولكانيك بيستول.
لو تعرفونه ترى هذا موجود في ريد ديد ريدمشن 2، بس انه رصاصه يختلف تماما عن الريفولفر الفولكينيك هذا، تعرفونه؟ هلا اتوقع تعرفونه، كان موجود في المحلات تشتريه كمان. وهو لازم نحميها كمان او ننقذهم من المرض. ابشروا ما طلبت شيء، جاكم كعبول مولع حيحميكم ويحمي اهلكم كمان. المشكله انها 5 ويفات، يعني 5 مرات حيجون، شويه صعبه. في واحدة ورايا شفتوها؟ والله تجري جري. والله اعطاه بوكس جون مورسون خلاه يروح بعيد. يا اخي كثيرين مرة في المدينة. والله جون مورستل لما يصقعهم بالسلاح يصقعهم من قلبه توب يسوي له. فجأة كلهم يبون عندي. بقى واحد. الله الزومبي يهرب، تعال نجرب عليه فولكينيك كمان. كلب زومبي. حلو. والله اللوت اللي فيها كثير. طيب خلونا نخش المهمة الآن ونشوف. اوه بوني مكفارلين. Nice to see you too, Miss McFarland. Oh, I thought you'd be dead. I heard things were bad in West Elizabeth. Sure. But it'll take more than an apocalypse to take me down. What are you? A demon or a cockroach? Both, I fear. How's your father? Fine and dandy. He should be coming out of that barn any moment now. Daddy! What's he doing in the barn? Daddy, John's here! Mr. Marston, you remember that idiot bounty hunter? What was he doing in the barn? Just rounding up the undead and keeping them safe so the rest of us can go about our business. He's a real man. He's probably playing around with them. Daddy, stop teasing me! شكل ودع الملاعب يا مكفارلي. Come on now! How long's he been in there? Not long. Only since yesterday. Oh. Yesterday? من أمس. I better go have a look for him. Would you, John? You are kind. Call out to me if you find anything. I will do. يبغانا نبحث عن أبوها. يبغانا نحصل طريق نخش فيه لجوا. اها شوف الطاقة هنا. والله فيها زومبي. تحول لزومبي ابوها. هاي ايش نسوي؟ كيف نقنع البنت الحين ان ابوها تحول زومبي؟ Sorry Mr. McFarland. You were a good man. والله you were a good man. هاي كيف نقنعها الحين؟
او كيف نقول له انه ترى والله ابوكي مات يا الطيبة يا مكفارلين. قل عبوش صدمة يا شيخ، تخيل تجي الوحدة تقول له والله ابوك يتحول لزومبي، تكبر الوضع. Well, John, you always do bring sunshine to my life. I'm sorry about your father. I'd like to say he died doing what he loved. But he never was one for eating folks. Not slathering from the lips and howling at the moon. I guess I'll content myself with saying that he died protecting those he loved. Indeed. Well, take care of yourself, Bonnie. You too, John. يلا كويس تقبلت الموضوع بروح رياضية، ها؟ او ان شكلها ممكن كانت عارف انه راح يموت عشان كذا ما مره ما تفاعلت مره وبكيت او حاجه زي كذا. طيب مبدئيا راح ننهي الحلقه هنا يا لهبيين. شفنا سيث ولحد الان قاعد يتلاعب ومو واضح اطلاقا. شفنا بوني مكفارلين وابوها ايش صار فيه. ان شاء الله في الحلقات القادمه راح نكمل اكثر. فقولوا لي في خانه التعليقات اذا تبغونا نلعب مهمات جانبيه مع المهمات الاساسيه، او انه كل واحده لحالها جانبيه جانبيه اساسيه اساسيه. شاركوني اراءكم في خانه التعليقات. طيب كذا وصلنا معاكم لنهايه المقطع. لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوه. حطوا لايك ليجيكم هد الان يدمر لكم الجبهه. يلا سلام عليكم.